من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا يحيى حياة طيبة لذيذة مطمئن القلب، مطمئن القلب. ولهذا تجدون أهل الطاعة من ألذ الناس حياة وأوفرهم راحة، لأن الراحة راحة القلوب ما هي براحة الأبدان، راحة القلوب، فهم مرتاحون في قلوبهم، يعيشون بذكر الله ويتنعمون بذكر الله عز وجل، ما هم يتنعمون بالشهوات والملذات والنزهات ولا، يتنعمون بذكر الله هو نعيمهم. ولهذا يقول بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، لما يجدونه من الراحة والطمأنينة واللذة، لذة العبادة ولذة الذكر في هذه الحياة. بينما الكفار ولو أعطوا الدنيا كلها والنعم والملذات كلها فإنهم في شقاء وعناء، لأن قلوبهم مستوحشة والعياذ بالله، قلوبهم مستوحشة ووجوههم مسودة. أما المؤمن فإنه يحيا حياة طيبة في هذه الدنيا، حياة طيبة على الإيمان وذكر الله عز وجل، ويتلذذ بالطاعة ويأنس بالعبادة. ولهذا يقول الآخر أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله عز وجل، هذا أحلى ما في الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، هذا حرمان والعياذ بالله. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا بالعبادة والذكر وطاعة الله عز وجل والطمأنينة والإيمان والنور، ثم في الآخرة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نعيما دائما لا ينقطع كما ما يكون في الدنيا، ولا يخافون من عدو، ولا يخافون من مرض، ولا يخافون من موت، ولا يخافون من هرم، ولا يخافون من فقر، ولا يخافون من حاجة أبدا، آمنون وهم في الغرفات آمنون، ادخلوها بسلام آمنين. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الحياة الطيبة.